انجاز يمكن يتقال عليه انه انجاز غير مسبوق، انجاز تاريخي. الان الملاكمه المغربيه كتوقع بمداد من ذهب في بتحقيقها انجاز عربي افريقي اول من خلال الملاكمه النسويه، وهذا ماشي غريب على الرياضه الوطنيه لانها دائما لا تعرف المستحيل. خديجة المرضي من خلال نساء المغرب استطاعت انها تحقق هذه الميداليه، وبذلك كتقول بان المغرب حاضر وحاضر بقوه. الشكر كل الشكر لمن ساند خديجة المرضي وعلى راسهم السيد جواد بن الحاج رئيس الجامعه الملكيه المغربيه. وهذا الانجاز التاريخي نهديه الى السده العاليه بالله صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله وايده. هذا الشعور صراحه ما كيتوصفش فاش كتشوف النشيد الوطني كيتعزف بين 65 دوله مشاركه، والعالم تيكون هو في خفاق بين هذه الدول، فهذا كيعني الشيء الكثير، وهذه روح المواطنه، وهذا صراحه هذا مثال يقتدى به باش يمكن الشباب ديالنا انهم لا شيء مستحيل، بامكان الشباب يحققوا المعجزات ويحققوا اشياء كبيره وكبيره جدا.